هوية بريس. شكرا منبر هوية بريس لواتواك معنا واحد الملف اللي أنا في الحقيقة تداول في مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع منبر إعلامي اللي كيدعيوا أحد المواطنين أنهم هناك كاين الصيبة وكيضربوا في أجهزة ديال الدولة. كنظن هذا الملف هذا اللي حنا كمجتمع مدني أثار انتباهنا وأثار التساؤل ديالنا كيفاش هاد الناس يضربوا في هذا بالضبط الدوار القعيدة اللي في إقليم صفرو إقليم صفرو في دوار أي تسعيد. كنظن حنا مشينا باش نمشيو نشوفوا هذا المشكل هذا باش نكشفوا الحقائق ديال هاد الناس. انا طوطوش نعيمه بنت طوطوش محمد. شنو المشكل اللي عندك يا شريف؟ انا ما عنديش، انا ما في حالتيش، انا ما في حاليش، انا الغالب الله ما عندي فين غادي نعيش، ما عنديش، ما عندي لا دار لا والو. الشيخ يجرى عليا والراجل غير كيخدم غير جورني، ما كيقدش شي بحركه. عندي ثلاثه ديال الوليدات. ولكن تباك خلالك شي حاجه ديال الواسط؟ خلالي البيار، خلالي جوج بي، خلالي جوج بيار، خلالي الجرده جوج جرادي، خلالي الدار، خلالي البلاد الخاويه. شريف باك خلالك هادشي هذا كامل، علاش ما لقيتش فين تمشي؟ شنو السبب؟ السبب حارميني الورثه. شكون هادو اللي حارمين؟ سميتو طوطوش عمر وعزيز السعديه، ترولي على النفسيه ديالي. علاش تروك على النفسيه ديالك؟ شنو دارو؟ كنقول لهم اجي نفرقوا، كيقول لي اخويا طوطوش عمر مرحبا، يا مرحبا، بغيتو نفرقوا بالليل قبل النهار، ومين كنوقفوا على داك الشيء ما هذا حتى مرضوني، مرضت في صحتي. ودابا انت ما لقيتيش فين تمشي، علاش ما تمشيش تجلسي في الدار با؟ لا ما نقدرش ندخل ليها. علاش؟ ما نقدرش، بان كلها تخربت الدار با. داك الشيء اللي داك الشيء اللي خلينا كل شيء تخرب. ودابا داك الدار شكون اللي كيستغل؟ كيستغلها طوطوش عمر وعزيز السعديه. لا انا ما نقدرش، الا ما كانش القانون ما نقدرش ندخل، ما نقدرش الا ما كانت شي حاجه ديال القانون وديال المحكمه ولا شي حاجه، ما نقدرش. القانون خصني ندير القانون عاد نتحرك. علاش هو مازال بالله باش ما يطرموش عليا؟ غادي يجيو يوقفوني، وغادي يجيو يوقفوني، غادي يجيو بزاف ديال الحاجات، ولكن انا ما نقدرش. انا عندي خصني ندير القانون، والقانون انا ما عندي باش نديرو، خصني المحامي، خصني سميتو، خصني بزاف ديال الحاجات، انا ما عنديش باش ندير هذا. انتم كتشوفوا حالتي. انا طوطوش توريا، الاخ ديالي طوطوش عمر، المرحوم طوطوش مصطفى، الاخ مراتو ارمله سعديه وعزيز. هاد الارض اللي كتقول تعدى عليها هاد البوليسي، هذا ولد عمتي. هذه الارض راه مفروقه ملي كان المرحوم، ملي كان با المرحوم با، اللي كانت هي تفرقات، هو شاري من الورثه ديال طوطوش رقيه اللي شاري، وهما مستعمرين الدار هاد طوطوش عمر وطوطو السعديه وعزيز بالوراق ديالها داوه منا بالقشاوش ديالها بكل شيء. وحنايا من نهار اللي ماتت الوالده ما بقيناش كندخلوا ليها، كينازعونا. وهاد طوطوش عمر مراته كان ولدي دايز وتعرضت له وطرمات له عند رجليه ومشات دارت به شي تايع عند الجدارميه، قالت لهم راه ضربني باش ترمي ولدي في الحبس. ودابا ولدي ما بقاش كيدوز من ديك الطريق، ولا كيدوز طريق واحده اخرى. استدعاوكم بعدها الجندار؟ استدعاونا الجندار، مشينا عندهم عطينا الاقوال ديالنا، داروا لنا المحضر ودينا الشهود بايدين هاد السيده هي اللي طرمات على هاد الولد هذا باش ترميه في الحبس، ودار بها شكايه ومشى ولدي عاوتاني عند الجدارميه، عطى الاقوال ديالو بالشهود ديالو بكل شيء. وهاد السعديه وعزيز جات اختي كان راها ميت با دابا وميت امي، وجات غير لديك الدار دخلات لعندها وصلتها للجدارميه قالت لهم تهجمات عليا الدار ديال باها، وقالت لهم تهجمات عليا. المقدم جا، المقدم دائما معاهم تماياك، دائما كيجي المقدم. هاد القايد هذا اللي كيقولوا ما كيجيش عندهم، كيجي كيلقى كلشي داير خدمته وكيرجع بحالته، ما عنده ما يدير. هما بغاو قالك باش يبيعوا لنا هاد الارض اللي خلاو لنا والدينا يبيعوها في المزاد، ما باغيينش يفرقوا. حنا في ديك الدار دابا خبعوا لنا الوراق، خبعوا لنا كلشي، بغيت غير باش ندخل للمحافظه ما لقيت شيء. قال لي المحافظ سيري ديري شي تايا وسيري لعند صحابين الجورنان وبزاف، وانا ما عندي شيء الغالب الله، ما عنديش باش نجري على داك الشيء. هو شاري الدار ديالو في ايمو الزار باش يقري ولادو تماياك، شاريها راه شاريها ب 30 مليون باش يقري ولادو تماياك. وهذا هو اللي تيقول لك هذا الدار ديالو راه ديال والديا ماشي ديالو، اللي تيقول لك 41 سنه هو ساكن فيها
راه ديال الواليد ديالي هذيك، راه فيها الوراثه طوطوش دريس ما كيدخلش لديك الدار، لحقاش الا جا عندها غادي ترمى عليه، غادي ترميه في الحبس، هو ما كيجيش لعندها كاع. ها طوطوش نعيمه راها ساكنه فين، وباش تجي لعندها ما كتجيش، باش دوز هي وليدات العطله ما كتجيش لديك الدار. والجرده هانتوما كتشوفوها، هي شوفتي دايره، ها هي يابسه هنا، ودعات راجلي عليها قالك هو اللي يبسها ليها، وقيدات عليه الدعوه، وراجلي راه مشى عطى الاقوال ديالو للجدارميه، وجاو لعندو لهنايا، والجدارميه براسهم راه شافوا هاد الجرده هادي تي دايره، وهما ما بغاوش يفرقوا بالشهود بكلشي. ها هو كاين هاد المقدم، كاين الشيخ، كاين كلشي بالمقدم بالشيخ بكلشي، والناس كلهم كاينين ما باغينش يفرقوا. بغات باش تباع، قالت ما هذا ما تخليناش هاد الارض اللي خلاو لنا والدينا تبيعها لنا. السلام عليكم، انا سميتي سهام، سهام السباعي، انا وريثه في ديك البلاد اللي هضروا دوك السعديه وعمر طوطوش، انا وريثه معاهم. هاد البلاد راه تقسمات 44 عام، انا منين عقلت على راسي هاد البلاد راه مقسومه، وكل واحد راه جالس في قطعه ديالو. كما قالوا هاد الشرطي كيتعدى، راه ما كيتعداش. هاد البلاد راه قسموها، كل واحد شاد النصيب ديالو، كاين اللي باع، كاين اللي ما باقي ما بايع، كل واحد شاد. كاين الناس كاع شاريين تما، جوج خوالاتي راه بايعين، وانا حتى انا بعت تما. هما علاش كيديروا هادشي هذا؟ شنو باغيين بالضبط؟ هاد الناس باغيين غير يتعداو على هاد السيد، وما هاد السيد ما واصلهم ما حتى حاجه. بحال ديك النهار اللي قالوا راه تعد تهجم عليهم وضربهم، اصلا هو ما كانش، ما كانش تما، كانوا غير العيالات بيناتهم. لا السلطات راه كتدخل، نهار اللي بدا كيبنيو داكشي راه جاو وشافوا كلشي، وشافوا ديك البلاصه فاش كيبنيو، وشافوا اوراق وكلشي، شافوا هو هذاك لا المقدم والقايد والشيخ كلهم كيديروا خدمتهم. السلام عليكم، انا تجمت زينب، انا هنا ورطه في ديك القطعه اللي كتهضر عليها عزيز سعديه، وانا بايعه حقي تما، ومن العهد ديال الوالدين ديالي هاد البلاد راه مفروقه، من العهد الوالدين كل واحد كيستغل حقه. حنا براسنا ساكنين تما، شدينا حقنا ديال الوالده كنستغلوا حقنا، وكل واحد كيستغل حقه، وهذا الشيء اللي كاين. وانا بعت حقي، تجمت زينب راه بعت حقها، تجمت فاطمه بعت حقها، صلاه على النبي. واش هي فيهم وكيدير شي تجاوزات؟ واش هذا الشيء كاين؟ لا سيدي ما كيتعدى على حد، حنا كبرنا معاه ما كيتعدى علينا، ما كيوصلنا، والله يعمرها سلعه. وعلاش هما كيقولوا عليه هذا الشيء هذا؟ والله اعلم. المهم حنا الله يعمرها سلعه، كبرنا معاهم، عشنا معاهم، ولدابا مازال كنتصرفوا معاهم، الله يعمرها سلعه. هادشي اللي نقول، لا هو ولا باه ولا خوتو. السلام عليكم، انا امينه تجموت، انا وحده من الورثه، ورثه على والديا، ولقيت والديا اصلا فارقين، بقينا هكا كل واحد كيستغل الارض ديالو، كل واحد كيستغل حقه، و عمر طوطوش وسعديه وعزيز دايرين لنا مشاكل، ما خلاوني لا نصلح، ما خلاوني ندوز، دايرين زباله في الطريق، ما عندي مني غندوز، كندوز غير من واحد الطريق اخرى، حيت ما عندي انا مني غندوز، هادين عليا الطريق، وفوق ما جيت نصلح هما كيوقفوني. شوف الدار كي دايرها انت كتشوف. وعلاش هما دايرين معاك هادشي هذا؟ هما ما باغينش يفرقوا، حنا اصلا فارقين وهما ما باغينش، باغيين يديروا مشاكل وصافي. السلام عليكم، الاسم ديالي عبد الحق بودرع، من مدينه ام وزار، جماعه اي سبع. هاد القطعه اللي كيتكلم عليها هاد السيد هاد طوطوش عمر، هاد الارض هادي راه مقسمه مده 40 عام، من هي انا شاري مع بعض الورثه، وكاينين بعض الناس اللي تاهما شراو بحال نفسي، وكل واحد كيستغل القطعه ديالو مده سنين، انه ان عندي محل تجاري كنخلص الضرائب مده 20 عام. هاد الشرطي هذا القطعه ديالو كانت الام ديالو وارثه ولات، على ما اظن كتبتها له، وحتى اتصلنا به باش يجي يبقى يستغل القطعه ديالو. السيد هذا اللي هو كيتنام، هذا الشرطي هذا اللي هو ولد عمته، راه عائله كيستغل غير القطعه ديالو، ما كاين لا نزاعات،
جميع الورثه كيستغلوا غير القطعه ديالهم. ومشات جدا كيتنزع، ماشي غير كيتنزع غير عليه هو، على تقريبا على جميع الورثه. والسبب هو باغي باش تتباع في المزاد العلني. الحمد لله عوان السلطه كيتصلوا بينا هنايا، كيجيو كيراقبوا جميع الحاله اللي كتكون هنا، كيوقفوا على اي حاجه. لا سيد القائد الله يجازيه بخير كيتصل بحاجه وقت هنا كيجي كيشوفها كيجيب نفسه، كيوقف على الامور والوثائق اللي عنده شي وثائق كيتصل بها. والحمد لله غادي عليكم. بخصوص هذا السيد هذا كيقول بلي هاد الشرطي هذا اللي كتهضر لي عليه بلي تعدى عليه وهرس ليه الطوموبيل وضربه. شنو نقول لك، هاد السيد هذا كيتهم اي واحد، ماشي انا بعدا تهمني، ماشي غير الشرطي اللي تهم، تهمني حتى انا. استدعوا لي رجال الدرك، مشيت قلت الاقوال ديالي، بديت الشهود والحمد لله خرجت براء. ختاما ما يمكن لي نقول الا هاد كيف ما شفتوا وتصنتوا معنا التصريحات، اكتشفنا ان الملف هو ملف عائلي، ملف قضاء، ملف متشعب، فيه الورثه، فيه الابن العم، فيه الاخت، فيه يعني مشكل عائلي محض، لا دخل للدوله ولا دخل للسلطه. ومشينا شفنا داك الناس، عينا الملف وواكبناهم من كل صغيره والتفاصيل ديالها، وهاد الناس اللي ترمى وقالوا ادعاءات ومغالطات، فهادشي اللي كان من حقنا اننا من ضمن المهنيه ومن ضمن المصداقيه ديالنا كمجتمع مدني اننا نكشفوا الحقائق. وكشفنا الحقيقه، لقينا كيف ما شفتوا عائله بيناتهم، وهذا مشكل كنظن انه نبغيو يتحل والله يهدي ما خلق في الحقيقه. وحنا ما جينا شفنا كذلك الناس، السلطه الامنيه والسلطه والدرك الملكي خدامين واقفين على شغالهم، والحمد لله كل الامور، وهادشي اللي كيبشر بالخير. بغينا هاد الناس هادو يتنسب لهم الحق ديالهم.